قام وزير الداخلية الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح يرافقه وزير الصحة الشيخ الدكتور الشيخ باسل الصباح وبحضور عدد من القيادات الأمنية والصحية بزيارة تفقدية إلى مستشفى الخيران الميداني للاطلاع على سير العمل والوقوف على التجهيزات الأمنية والصحية التي تم إعدادها لتكون جاهزة لاستقبال أي حالات تقتضيها الضرورة. وكان باستقبالهم الوكيل المساعد لشؤون الأمن الخاص اللواء شكر النجار. ونقل وزير الداخلية والصحة تحيات وتقدير القيادة السياسية العليا للبلاد لجميع العاملين في المستشفيات والمحاجر الصحية، مثمنين جهودهم فيما يقدمونه من خدمات وحرصهم على الصحة العامة. واطلع الوزيران على الاستعدادات الأمنية والصحية والإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتم تطبيقها على النزلاء والعاملين من الأجهزة الأمنية والصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، واستمعا إلى شرح موجز عن آلية العمل والتجهيزات الطبية والتقنية التي تضم المستشفى. إخواني، لا يسعني في هذه المناسبة إلا أن أشكركم جزيل الشكر على كل ما قمتم فيه. عانيتوا بعض الوقت من نقص في القوة، والحمد لله تعدلت الأمور، زادت الناس عليكم في فترات، خفت الناس عليكم في فترات. هذا وضع الوباء، هذا وضع لا هو بيدي ولا هو بيد أخوي معالي الدكتور الشيخ باسل، ولا بيد إلا بيد أمر الله هذا سبحانه. والحمد لله أنتم استطعتم من خلال عملكم أنكم تأدون بأكمل وجه، فبارك الله فيكم مرة ومرتين وألف. مشكورين يا أخوان وما قصرتم. لذلك لا يسعني يعني في هذا المقام إلا أني أتقدم بالشكر لمعاليك أولا والقيادات الداخلية والأفراد قوات الداخلية، الشكر الجزيل على مساعدتهم لنا في هذه الجائحة، واللي دائما يقومون بدورهم بحفظ الأمن والأمان لهذا البلد، بلدنا الحبيب الكويت. جزاكم الله خير وعساكم على القوة دائما وأبدا.